السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامي السويدي البودكاست، حصيل الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا لهذه المجموعة الخمس لغرب آسيا. فمن بعد الدور الأول هذه كانت النتائج، الحمد لله العين في الصدارة. فمبدئيا برشح أربع أندية من أصل ثمان. من هي الأندية؟ أول شيء زعيم الكرة الإماراتية سيد آسيا العين الإماراتي. الأندية الثانية أكيد الأندية السعودية مرشحة للتأهل، الاتحاد السعودي، النصر السعودي، الهلال السعودي. صحيح أن الفريق تعادل ضد نف بخور في ملعبه، بس يبقى الهلال مرشح، وأتوقع هذه كانت كبوة وبيرجع في المباريات الجاية. تابعت المباراة، الهلال كان مستحوذ مسيطر وما توفق. من خلال المعطيات، من خلال نتائج الجولة الأولى، فرشحت الأربع فرق. الهلال مثل ما قلت كوبو وبيرجع في الجولات الجاية، وغيرها مجموعتهم ضعيفة، فعلى هالأساس مرشح نادي الهلال. فخلونا نشوف حظوظ الأندية الإماراتية. العين والشارجة، العين فاز ضد بختكور، والشارجة تعادل ضد السد، والفريقين لعبوا خارج الديار. الجولتين الجايات بنلعب في ملعبنا. العين بيستضيف أهال وعقبة فيحاء، والشارجة بيستضيف الفيصل وعقبة ناساف. فإن شاء الله نستغل عامل أرض الجمهور ونطلع بنتائج طيبة. حاليا العين متصدر، والشارجة إن شاء الله ما يدخل في حسبة معقدة، وإن شاء الله يتوفق في المباريتين الجايات، وإن شاء الله نطلع بنتائج طيبة. بالتوفيق للأندية الإماراتية، إن شاء الله نطلع بنتائج طيبة في الجولات الجاية. هذا كل شيء عن الجولة الأولى، نلتقيكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. في أمان الله.